يقدم المركز التجاري مارتين سنتر لأول مرة في المغرب قاعة للألعاب المتطورة مانجا بارك بمواصفات عالمية. Look up to the sky, and in the dark of past, when I won't fly, and I sing along, then I sing along. I got all anywhere, I got you and I. I look around me, see sweet alive. I'm stuck in a dark, watching my flashlight. You getting me to the night. وقد خصصت إدارة المركز التجاري مارتين سنتر مساحة شاسعة للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية المتطورة مع الأصدقاء والأقرباء. دابا حنايا في مونجا باك في مارتي المول. هاد الالعاب في المستوى واعرين بزاف الكتروني بحال اش تي اس نظاره الواقع الافتراضي داكشي في المستوى ويستحق الشكر والثناء. يعني بالنسبه لهذا الفضاء فهو من اجمل وارقى الفضاءات اللي شفت لان كيسهل عمليه دمج الطفل وكيساعد الطفل في الانخراط وفي تكوين شخصيه في اخراج مهارات والطاقات ديالو. Watch my flashlight, you getting me to the night. وقد وضعت الإدارة العديد من الألعاب الإلكترونية الرائعة للزوار كألعاب الخيال العلمي وألعاب المتعة والمغامرة والتحدي وألعاب الذكاء والمهارة بالإضافة إلى سباق السيارات. جينا مارتين سنتر، جينا لعائلة العيب، مزيوان بارك مزيوان، في الألعاب مزيونين للعيال، كيلعبوا وكينشطوا، زعما في مستوى صراحة، في مستوى، تبارك الله وكنتمناو يكونوا عندنا بحاجة بحال هادو في تطوان، شكرا. I got all anywhere, I got you and I. I look around me, see sweet alive. I'm stuck in a dark, watching my flashlight. You getting me? ويجد الآباء قاعة الألعاب مانجا بارك فضاء متميزا لأبنائهم لتفريغ طاقاتهم السلبية والاندماج مع بقية الأطفال. I'm stuck in a dark, watching my flashlight. You getting me to the night. ويحرص المشرفين على مانجا بارك على تأمين الأطفال وحمايتهم من كل الأخطار، كما تتم المراقبة المستمرة لكل الألعاب عن طريق مراقبين مختصين. احنا اليوم جينا مانجا بارك والألعاب مزيونين عجبونا وزينا نلعبوا مع صحابنا. حنايا في مارتي سنتر في مونغا بارك الالعاب كانوا في مستوى ديك الالعاب الالكترونيه. هذه اول ما هذه التجربه اول مره كانت في مارتين وكنتمنى لكم التوفيق. فمرحبا بالجميع في قاعه الالعاب مانجا بارك. You're my flashlight, light, light. Oh, you're my flashlight. Oh, I got all.